السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة الياس الجزائري. في هذا الفيديو اللي راح ندير لكم فيه جزئين، الجزء الأول كما قلت لكم الجزء الأول اللي راح نعرفكم، هندير لكم شوية مقاطع من زيارتي عند اليوتيوبر الجزائرية دليلة دي زاد كي رحت لعندها، والجزء الثاني راح ندير لكم جولة سريعة وخفيفة في مزرعتي في يوم كيم هذا، يوم ساخن راه يعني الشهيلي ما نحكي لكمش، يعني واحد شاليمو يحرق. المهم على كل حال مرحبا بكل حاجة تجي من عند ربي سواء كانت مطر ولا شمس، المهم الحاجة اللي من عند ربي مرحبا بها. احنا نقول ربي بعد علينا شر العباد وصاي، اما الحاجة اللي تجي من عند ربي ربي ما غاديش يبعث لنا حاجة خايبة، يعني ما يبعث لنا حاجة إلا شاف فيها الخير لعبادو. ومرحبا بأي حاجة من عند ربي. استقبلي تنتين ياس، مرحبا سوين يديك في ربي. المهم أول حاجة نبداها لكم هذا البصل، احنا قاع البصل يعني نحيناه دوك سواء بالرقيق ولا بالخشين، هذا المتبقيات تاع الرقيق يعني مازال ما جمعناهش، جمعنا غير هذاك الخشين يعني رانا نخدمه حبة حبة. دوك هذا اللي راكم تشوفوا فيه هنا رقيق كان هنا مغروس في قاع هذه المساحة، دابور ديجا مازال اللي مازال ما تنحاوش كيما هذه. المهم يعني نحيناه قاع، وهذاك الخشين حطيناه في الكوتي، وهذا الرقيق رجعناه الكوتي، ودوك رانا نبداو نستخدمو في هذاك الرقيق حتى يخلص، ومن بعد نروحو نستخدمو هذاك الخشين. المهم واش نحكي لكم، بالك راكم تسمعوا في صوت الصرصار راه داير حاله. المهم واش نحكي لكم على زيارتي للجزائر العاصمه، احنا رحنا لوكات، رحت انا واختي المزوجه، يعني رحت المزوجه هنايا في بجايه بيان سور، رحنا ماشي لوكات، رحنا لو 5 الصباح يعني على 5 تاع الصباح لحقنا تما. اول حاجه لحقنا لوتيل ريحنا، ومن بعد هيك رحت درت شعري من عند الكوافور تما، يعني هيا درت شعري ومن بعد رجعت اللوتيل، بدات هذيك الحفله ياك نزلتها لكم شفتوها. نشكركم على كاع تعليقاتكم، حتى كي كنت غايب كاع الناس اللي سقسات عليا. هيا راكم شفتوا الحفله، يعني ما غاديش نحطها مع هذا الفيديو، اللي مازال ما شافش الحفلة قدر يروح يشوفها. بعد ما خلصت الحفلة والله مش فيت شحال كانت الساعة ليسونسيال هكذا، كان مازال ما غربتش، كنا راجعين يعني باش نكريو، يعني كانت راح ترجعنا هذيك واحدة كروج اللي نوجه لها تحية بزاف بزاف، يعني هي كانت باش تشوف لنا كاش واحد تما كدينا الخروبة ونرجعو، ولكن انا قلت لاختي لا غادي نرجعو وحدنا لانه لازم نروحو نباركو للاخت دليلة فوليدها اللي جاب السنكيام هذا العام، نقولو الف مبروك مرة واحدة اخرى عقبال للبيام والبكالوريا ومزيد من الافراح ان شاء الله. رحت انا واختي يعني كبرت بينا ما نحكي لكم، جدات لنا واحد العشاء ما نحكي لكمش. ده بوردو كان نروحو لهذاك الجزء البسيط، يعني صورت شوية أجزاء راح نحطها لكم الآن، ونرجع لكم في جولة في المزرعة للناس الوفية طبعا، ومرحبا بكم. مهم كما راكم تشوفوا هنا دارت لنا شوربة بيضة، هذه اللي ما نحكي لكمش على الذوق تاعها رائع جدا، ودارت لنا هذه التحلية بالبنان ولا كريم شونتيي، وهذيك هي يعني بتكون شفتوها في الفيديو، الناس اللي ما شافهاش في الفيديو تروح تشوف الفيديو في قناة الأخت دليلة دي زاد. وهذه الأكلة رائعة من عند خالتي نعيمة اللي دارتها لنا بالدند واللوز، يعني جات فنة رائعة جدا. وهذه لاصالاد تاني يعني لاصالاد ألجيريان، يعني دارتها ما شاء الله يعني كبرت بينا. نقول لك الأخت دليلة ميرسي بوكو، وربي يخليك يخليك لولادك ويخلي ولادك ليك، ويخلي الدنيا ديما فرح وسعادة إن شاء الله يا رب. وهانتوما مساء الخير ومساء النور مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناه الياس الجزائري. في بدايه الفيديو متنسوا انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. كما راكم تشوفوا هنا راني مع الاخت دليله دي زاد، مرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بي عندكم في قناه الياس الجزائري. فوالا. المهم اليوم جيت هنا لا مدراك بمناسبة لو 5 جويي، يعني حضرت واحد ليفينمون هنايا، وقلت بما اني جيت الحومة تاع الأخت دليلة قلت والله غير نطلع عليها ونجيب الباروك لوليدها عبد الله. يعيشك ربي يخليك. نقول خطرة واحدة أخرى ألف مبروك على السنكيام تاعك، العقوبة البيام والبك والمزيد من الأفراح إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا ربي. ونقول لك أنا الياس، نقول لك يعطيك الصحة على الزيارة اللي درتها لي، نقول لك ربي يوفقك إن شاء الله في المشوار تاعك،
والله غير فرحتني، يعني فرحني بزاف بزاف. واش نقول لكم، يعني اول مره يزورني يوتيوبر عندي للدار، و يعني دار لي فرحه، فرحني. فوالا ان شاء الله ربي يدوم المحبه والاخوه ان شاء الله، ان شاء الله ونقعدوا مع بعض حتى نطلعوا. بيان سور ان شاء الله يا ربي، نتمنى لك ان شاء الله تطلع ونتمنى لك كل النجاح. المهم بعد ما شفتوا هذوك لي فيديو اللي درناهم في البيت تاع الاخت دليلة، للاسف انا اختي من الزوجه الاخرى ما حبش رجلها انها تبان، لذلك للاسف ما بانتش معنا في الفيديو. شوفوا باش، وهذه هي شفتوا كيفاش كبرت بين الاخت دليله، اللي نوجه لها تحيه واحده اخرى من هذا الفيديو من هذا المنبر، ولها ميرسي بوكو خاصه على هذيك الشوربه. استسمح مازالني نكح شويه. نشكرها بزاف على هذيك الشوربه البيضاء، يعني اول مره ناكلها في حياتي ما نكذبش عليكم، وراح نجربها ان شاء الله ونشاركها معكم في القناه. وهذه هي دوك نرجعوا مع بعض ل الوسمو جولتنا. شوفوا يعني كيفاش صرا الاوراق تاع الوسمو تاع الخيار. هذا هو الخيار، يعني شحال كليناه منه الله يبارك. وهذو الكبار حنا نخليوهم هكذا باش نحيو الزريعه تاعها. شوفوا الحين خلينا وحده زوج، وهذه الثالثه على ما اظن، ونحينا هذه اربعه. صح انتم هكذا بالك تشوفوها كبيره، بصح كي نفتحوها ونحيو الزريعه تنحي لك شويه على بها النحيو. يعني والله كلينا منه الحمد لله، يعني نحلنا بزاف. وغير ما كنتش نصور لكم، ما كنتش ندير لكم فيديوهات تاع الطبخ البري، على بالي توحشتوها وبزاف ناس قصيتوا عليا، لذلك نشكركم بزاف بزاف. وهذا الطماطم راهم بداو يخدموا، هذا يعني اللي ما درنا لهمش العواد راهم طايحين في الارض. هذه هي، اما اللي درنا لهم العواد راهم هنا وراهم يديروا. راكم تشوفوا كيفاش دارت الشمس، ما على باليش الصوره راهي واضحه. هذه الجريوات ثاني، يعني يا ما كلينا يا ما بزاف حوايج انا ما صورته لكمش. هذا الفلفل يعني دوك راهم مذبالين هكذا، اذا راكم تشوفوا نقرب راكم تشوفوا هكذا مذبالين، خاطش ما سقيناهمش. حنا علاش ما سقيناهمش؟ دوك راهي الشمس تسقيه تشربه الشمس، حنا نسقيوهم الصباح بكري، ينوض بابا ولا جداتي ولا يما يجوا يسقيو، خاطش الصباح هكذاك شويه الخمسة ولا ما على باليش، يجيو يسقيوهم مليح خاطش ما كانش الشمس ما غاديش تشربه، ونسقيو العشيه خلاص جويه الستة السبعة كي تروح الشمس، باش يعني هذاك الماء يستفد منه النبات ما يديهش والفلفل معروف عليه يحتاج الغبار، وحنا درنا له الغبار ويحتاج الماء باش يدير. برغم ذلك كلينا ديجا منه، يعني دار فليفلات وقال بابا والله ما نخليهم في خاطري ونحاهم. ودرنا بهم تكتوكا دوكا كيما هذه. شوفوا راهي فلفله كبيره ما شاء الله عليها. دوكا هذه حنا ما نحيوهاش، نخليوها ثاني للزريعه. ديما الكبار الاولين حنا ما نحوهمش، نخلوهم باش نحيو البذور تاعهم ونغرسوهم العام الجاي كيما قلت لكم نخلوهم للعام الجاي باذن الله. ونكملوا هذا الجوله ونوري لكم واش كاين ثاني في المزرعه ان شاء الله. المهم كيما راكم تشوفوا هنا، يعني غرسنا البطيخ وراه بدا ينجح ما شاء الله عليه. شوفوا دار راه دار حبات الله يبارك، هذه الاولى كاع اللي جات راه بدا. درنا البطيخ، هذا البطيخ يعني خبينا الزريعه تاعه، نحينا الزريعه اللي من هذاك اللي نشروه نحيناها وغرسناها وراهي نجحت. وهذه اللوبيا ولا الفاصوليا والله ما على بالي اي نوع، ولكن راكم تشوفوا درنا لها العواد بهذه الطريقه. كي توجد نعرف واش نوعها، الله غالب استسمحكم لانه ما نعرفش هكذا انا الانواع. ويتو شوفوا هذه الجريوات. شوف المهم انا لهذيك المقاطع تاع جوله في المزرعه كنت صورتها في اليامات الاولى كي رجعت من الجي، يعني كنت مازال مريض بالكحه. اما هذا الفيديو راني نسجل فيه اليوم، يعني راني بريت الحمد لله. هو هذا الفيديو يعني ضربت فيه الكاميرا باش اني صورته ودرت له المونتاج، ويعني لما كنت مريض كنت تعبت بزاف، على بالي طولت عليكم باش اني نحط هذا الفيديو. لذلك وصلنا لنهايه الفيديو، نشكركم بزاف بزاف ونقول لكم شكرا لكم على المشاهده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.